المحاضرة الماضية درسنا البالانسد واي واي كونكشن، اليوم ندرس البالانسد واي دلتا كونكشن. بدي نعيد شو حكينا. هي لازم نتعامل مع السورس ما لنا علاقة بكيف اللود مشبوك، علشان نحدد لاين وفيز والكوانتيتيز اللي احنا راح نسألكم عنها كمان شوي. لما نتعامل مع اللود نفس الفكرة، ما لي علاقة السورس كيف مشبوك، لكن متى بحتاج اعرف انه هاي كيف الكونكشن وهاي كيف الكونكشن مع بعض؟ اذا بدي ارسم بير فيز equivalent circuit. تعالوا نشوف سوا الفولتج اللي هون AN فيز واللاين للسورس. هذا فيز صح. احنا محتاجين كمان نعرف اللاين فولتج. الفولتج من هون لهون فيز ولا لاين؟ لاين. طب وين البوزيتيف وين النيجاتيف؟ اي فولتيه لها بوزيتيف ونيجاتيف؟ وين البوزيتيف وين النيجاتيف؟ احنا دائما غالبا او الديفولت عندنا شو هو البوزيتيف سيكونس. شو يعني البوزيتيف سيكونس؟ يعني A B C هذول ايش اسمهم؟ الفيز فولتجز V V V. اذا بدك تروح للاين نفس السيكونس A B B C C A، تمام؟ فعشان V A B بس واحدة منهم، معناته فولتية A بالنسبة لفولتية مين؟ لا فولتية B، تمام شباب؟ فاحنا وين البوزيتيف حيكون مع A والنيجاتيف مع B. طيب الفولتية الثانية BC، وين BC؟ هاي مع B، هاي النيجاتيف، هاي البوزيتيف وهاي النيجاتيف. طب CA هاي البوزيتيف وهاي النيجاتيف، تمام شباب؟ هاي خلصنا السورس، ضل عندنا بس دائما فولتج كرنت. فولتج كرنت اخر واحده CA، فولتيه سي بالنسبه ل A. يعني انت وانت ماسك الافو بدك تقيس فولتيه الريفرنس وين بتشبكه على A وبتقيس سي وبتقول قديش سي اعلى او اقل من A. فالبوزيتيف وين؟ على السي. والنيجاتيف وين؟ على A. A B B C C A A B. هاي هي البوزيتيف سيكونس اللي حكينا عنها المحاضره الماضيه. خلصنا العلاقه بين اللاين فولتج والفيز فولتج. اذا بوزيتيف سيكونس شو علاقه في اي بي مع مين؟ مع في اي ان. شو العلاقه اللي بيناتهم؟ جذر الثلاث وانجل كم بنزيد على هاي على هذا الفيزر كم مقدارها؟ 30 درجه. اذا بوزيتيف سيكونس واذا نيجاتيف سيكونس بنطرح 30 درجه، تمام؟ هذا اشتقنا او حكينا عنه المحاضره الماضيه. ظل الكرنت، هذا لاين كرنت وهذا فيز كرنت. لمين؟ للسورس. شو العلاقة بين الفيز كرنت واللاين كرنت؟ نفس الشيء. ففي الواي كونكشن، في الواي كونكشن سواء سورس ولا لود، اللاين كرنت والفيز كرنت سيم. اليوم الجديد معنا اللي هو اللود. اللود شو معنى؟ دلتا. الدلتا تعالوا نفس فحص النظر تاع المحاضرة الماضية. هذا الفولتج فيز ولا لاين؟ فيز. هذا الفولتج فيز، هذا الفولتج فيز. طيب تعالوا نمسح اللاين فولتجز اللي حكيناهم تاعت السورس. هذا الفولتج من هون لهون بوزيتيف عند الـ A ونيجاتيف عند الـ B، هذا فيز فولتج ولا لاين فولتج؟ لاين فولتج. شو علاقته مع الفيز فولتج اللي هون؟ نفس ولا لا؟ شايف زميلكم شو لما حكيت هذا فيز ولا لاين شو جواب؟ لاين. لأن بقول لك هاي الفولتية اللي هون نفس الفولتية اللي هون. مزبوط. بس هون شو قاعد بحكي لك انا عن الفيز. هذا الفيز طلع معي شو اسمه الفيز؟ اي بي. الفيز ايش اسمه؟ الفيز اي بي. البرانش اي بي هو فيز صح ولا لا؟ عشان نعززها اكثر. الكرنت اي بي، هذا الكرنت اللي هون فيز ولا لاين؟ فيز. مار بإليمنت، مار بإليمنت فيز ولا لاين؟ فيز. طب هل هو نفس اللاين كرنت؟ هل هو نفس اللاين كرنت؟ طلع معي على البولاريتي. دائما السورس الكرنت طالع من البوزيتيف، اللود الكرنت داخل بالبوزيتيف. انت لما بتقول لي في اي بي نبهناكم اي بي، يعني انت مفترض انه البولاريتي بتاعت اي كابيتال بوزيتيف والبولاريتي بتاعت بي كابيتال شمالها نيجاتيف. فالكرنت شو لازم يكون؟ داخل بالبوزيتيف. شو اسمه هذا يوسف؟ باسيف ساين كونفنشن. شيبتك فيه صح؟ بس ان شاء الله يوصل بالاخر، تمام شباب؟ واضح؟ عشان الدايركشن مهم بالفيزر دايجرام كمان شوي. مش فاهم هذا. الان كيف نحل السؤال؟ تعالوا نفترض انه في اكزامبل بقول لك احسب اللاين كرنتس والفيز كرنتس تبعت اللود. بالاول المعلومات غالبا عندنا انه السورس الفولتج عندنا،
فلو افترضنا انه هون 220 فولت انجل زيرو، افترضنا انه عندنا 220 انجل زيرو، كم الفولتية اللي هون شباب؟ كم الفولتية؟ طلع معي بين مين ومين؟ A و B صح؟ فشو بيطلع؟ جذر الثلاث في 220 زاوية 30 الانجل كم هاي الزاوية؟ صفر، زيد لها 30 درجة لأن احنا نشتغل بوزيتيف سيكونس 30 درجة. الآن انتهى الموضوع خلص، السورس كله بطل يلزمني لأنه بالانس. شو يعني بالانس؟ شو علاقة AB مع BC مع CA؟ بس شفتت عن بعض 120 درجة متساويات بالماجنيتيود، هذا معناته بالانس فولتج سورس أو بالانس 3 فيز فولتج سورس صح؟ الآن هاي الفولتية شو علاقتها مع هاي الفولتية؟ نفسها، معناته الكرنت اللي بيمشي هون IAB شو حيكون؟ هاي الفولتية على زد زلتها نكتبها IAB شو بيساوي؟ VAB على زد دلتا ولا لا شباب صح؟ طيب الآن الكرنت اللي هون IBC شو بيساوي؟ ببساطة أي كرنت بالدنيا الفولتج على الإمبيدنس، أي فولتج أنت بتحكي بدك من B ل C، يعني فولتية B بالنسبة ل C، فهي فولتية B C على الإمبيدنس اللي أنت بتحكي عنها، مش فولتج ناقص فولتج على إمبيدنس أو وحوش النودل. إيش هاي؟ على زد دلتا تمام؟ طب VBC من وين تجيبه؟ من السورس. أنا عندي الفيز فولتج تاع السورس حولته للاين، بعد ما حولته للاين تخيل معي أنا هذا السورس بعرفش إنه هو واي ولا دلتا، ما بعرف، بس أنا بعرف اللاين فولتجز، احتجت أنا أكثر من اللاين فولتجز باتجاه اللود؟ ما احتجتش، خلص أنا عرفت اللاين فولتج من السورس، انتهى دور السورس، ضل شغلي شو هو؟ جهة اللود لوحده. طيب شو بخصوص الكرنت الأخير؟ ملل اي سي اي، يعني انت بدك اي سي باتجاه اي اللي هو فولتية مين؟ سي فولتية سي بالنسبة لاي على زد اللي بيناتهم، هاي شو اسمها زد اللي بيناتهم؟ زد دلتا. تمام شباب؟ الآن ما خلصناش، إذا بدنا نحسب الكرنت اللي هون اللي هو اي اي سمول اي كابيتال، اي اي سمول اي كابيتال، كيف نحسبه؟ ببساطة علشان ما نطول كثير تعالوا ناخذ النود اللي هون، اي كونكشن بالدنيا اي كونكشن بالدنيا في قانونين دائما فاليد معاه، مين هم؟ كي سي ال وكي في ال، مش موضوعنا مش هو نودل، كي سي ال وكي في ال، ليش؟ لانه هذول مبدا حفظ الطاقة، واحد حفظ الشحنة واحد بغض النظر. فاحنا الان هاي النود اللي احنا بنحكي عنها، شو في عندنا؟ عندنا كرنت بهذا الاتجاه، شو اسمه الكرنت؟ اي بي سوري اي بي صح؟ وعندنا كرنت بهذا الاتجاه شو اسمه؟ اي سي اي، واحنا بدنا نحسب الكرنت اللي بهذا الاتجاه شو اسمه هذا الكرنت؟ اي اي او اي كابيتال سوري اي سمول اي كابيتال من النودل تاعتكم ها؟ شو راح يطلع اي اي اي؟ سي اي اي كمان مرة شو هذا الاي اي اي؟ هذا اللاين كرنت تاع فيز اي صح؟ كم بيساوي؟ هذا داخلي، شو بيساوي؟ الطالع ناقص اللي داخل صح؟ فكمان مرة أنت بتحكي عن فيز A أو اللاين A سوري اللاين A شو بتبلش؟ بـ I A B I A. طب إذا بلشت بـ A شو حيكون اللي بعديه؟ ما احنا ماشيين A B C صح؟ A B صح؟ وبعدين بدك تنهي بـ A شو راح يطلع معك؟ C A C A، فأنت بلشت بـ A وأنهيت بإيش؟ بايه؟ هاي علو فحص نظرة بلشنا بايه وانهينا بايه لانك انت بتحكي عن اللاين كرنت تاع مين؟ تاع الفيز تاع الفيز ايه تمام شباب؟ طب الان نكتب له قانون. المحاضرة الماضية كان عندنا شغلة شو هي؟ بالواي كونكشن اللاين فولتج هو فيز ناقص فيز كفولتج صح؟ كان عندنا في اي بي في اي بي شو تساوي شباب؟ في اي ان ناقص في بي ان صح؟ فرسمنا في اي وفي بي وطرحناهم من بعض فطلع معنا في اي بي ولا لا؟ المرة هاي لا، احنا شو نطرح؟ كرنت ناقص كرنت عشان نطلع اللاين كرنت. طرحهم شو هيعطينا؟ هيعطينا جذر الثلاث والانجل 30، بس اللهم الانجل 30 حتطلع ماينس. كمان شوي بنرسمها كمان مرة، احنا هذا الكرنت اللي هون فيز ولا لاين؟ فيز. فيز تنغرش انه مكتوب عليه اي بي، نرجع لفحص النظر، هذا الكرنت اي اي بي
فيز ولا لاين؟ فيز. فيز. هذا فيز كرنت وهذا فيز كرنت. نيجي دخل بالامتحان بننسى. لما أجي أنا أطلب منك الفيز كرنت تعاك اللود. شو أسمائهم؟ A B B C C A. الأرقام اللي أنا حكيتها هاي. فيز كرنت ولا لاين كرنت؟ فيز كرنت. تلخبطش. مش معناته A B معناته هو لاين. اللاين شو هو؟ سمول كابيتال. I A small A capital شو هو؟ line current عكس الواي. الواي شو هو؟ نرجع للواي. شو هو الواي؟ إذا أنت بدك تحكي عن phase voltage شو بتقول لي؟ VAN أو VA نختصرها مرات. أما هون إذا بدك تحكي لي عن phase voltage شو بتقول لي؟ VAB. phase voltage شو اسمه؟ VAB. هذا تاع phase A بس إيش اسمه؟ AB. تمام شباب؟ أكيد؟ بل اي مشاكل؟ احنا بما انه درسنا واي دلتا لو قلبناهم ما بتغيرش شيء، بضل كل شيء زي ما هو. فما دام خلصنا واحدة منهم الكل صار جاهز عندكم، بس تخبوش راح نشرحهم كلهم عشان تكرار. الان لو حد سالني زي المحاضره الماضيه احنا بنحل بير فيز ايكوفالنت سيركت. بنحل بير فيز ايكوفالنت سيركت. شو يعني بير فيز ايكوفالنت سيركت؟ يعني بدك تجيب لي فيز A والنيوترال تاعه وتشبك كل شيء معاه. لو جينا على السورس في مجال نعرف A من النيوترال. هاي A وهي النيوترال. مشينا بالسلك تاع A. الان وصلنا عند اللود. في نيوترال نرجع منه؟ ما في نيوترال. معناته شو محتاجين احنا؟ نحول الدلتا هذا لايش؟ لواي زي ما اتفقنا المحاضره الماضيه او اللي قبلها. فلو جبنا انا وياكم واي لود، هذا الواي لود موجود ولا مش موجود؟ حقيقه هو مش موجود، لكن هذا الواي لود بالنسبه لكم ليش احتجناه؟ لانه مرات او غالبا حل البير فيز ايكوفالنت سيركت اسهل من ايش؟ انا وياك بدنا نقول هذا فيز حوله للاين، تعال خذ لاين هون، اطرح كرنت من كرنت والامور هاي. هذا الشيء ما بغلبش اللي احنا حكيناه قبل شوي، بس مرات بيكون صعب. ليش؟ بيكون في امبيدنس هون، في امبيدنس هون، في امبيدنس هون، في اكثر من لود مشبوكين معه فبتتغلب. وفي اسئله زي هيك. فالحل الافضل شو هو؟ نروح لبير فيز ايكوفالنت سيركت. بير فيز ايكوفالنت سيركت شباب يعني شو يعني بير فيز؟ هذا الثري فيز بدك تحله كانه سنجل فيز، وبعد هيك كل فيز شفت عن الثاني 120 درجه. مش هيك حكينا المحاضره الماضيه؟ لا، عشان بير فيز ايكوفالنت سيركت بدنا حامي وبدنا بارد، صح؟ بدنا فيز ونيوترال. من وين نجيب الفيز والنيوترال؟ اي شيء واي للنيوترال جاهز معه، بس اي شيء دلتا بدك تحوله لواي علشان تجيب النيوترال. تمام شباب؟ طيب نرجع الان لو شبكنا النيوترال اللي هون بالنيوترال اللي هون، ليش نشبكهم سوا؟ لانه بالانس الفولتي اللي هون زيرو والفولتي اللي هون زيرو، نثبتها بعدين بس هو حيكون واضح معنا. الان انا وياكم شو بدنا ناخذ؟ طلع معي هذا السلك الازرق اللي انا رسمته فوق، هذا السلك الازرق اللي انا رسمته فوق. وبعد هيك شو في عنا؟ الـ virtual impedance تاعت phase A للload هاي موجودة؟ هاي مش موجودة. تعالوا نرسمها زي ما هي. هذا الـ phase impedance تاعت اللود. هاي حقيقة موجودة؟ لا، هاي زد دلتا على 2. هاي زد على 3. زد Y تساوي زد دلتا على 3. هاي الإمبيدنس موجودة بالحقيقة؟ لا، احنا جبناها هاي الأحمر اللي هون. بعد هيك بس اللي موجود بالرسم اللي هون نخليه زي ما هو. هايو بالأسود وصلنا فولتية AM. ماشي شباب؟ هاي فولتية VAM. الآن الكرنت اللي راح نحسبه احنا شو هو؟ الكرنت اللي هون أو الكرنت اللي هون أو الكرنت اللي هون، شو كيف نحسبه؟ IA شو بيساوي IA؟ VAN على واي. VAN على زد واي. على زد واي. زد واي. تعالوا نشوف هو أي كرنت. لو حكينا عن اللود، هل هو الفيز كرنت؟ هو فيز كرنت للفيرتشوال واي اللي أصلاً مش موجودة. معي؟ هل
هل اللود هو الواي؟ اللود اللي بالاحمر ولا اللي بالاصفر؟ الاصفر. فلو انا سالتك الفيز فولتج تاع اللود هل هو موجود هون؟ مش موجود هون. واضح؟ شو اللي موجود هون؟ الفيرتشوال فيز فولتج تاع اللود اللي هو شيء مش حقيقي. طب تعال نشوف هل اللي احنا حسبناه هون هل هو نفس الكرنت اللي هون؟ نفس الكرنت اللي هون؟ نفس الكرنت اللي هون ولا لا؟ نفس الكرنت اللي هون. شو معناته؟ انت الكرنت اللي حسبته هو لاين كرنت. لاين كرنت لمين؟ لللود. هذا الكرنت اللي هون مش نفس الكرنت اللي هون؟ انت شو حسبت بالفيرفيز كوبلت سيركت؟ حسبنا اللاين كرنت. واضح شباب؟ طب نرجع للسورس. لاين كرنت بالنسبه للسورس فيز ولا مش فيز؟ اللاين كرنت مش نفس الفيز كرنت اللي هون ولا لا؟ نفس الفيز كرنت اللي هون. بعد ما نرسم الفيرفيز كوبلت سيركت بنكون حذرين. اللي احنا حسبناه يمكن يكون اشي وهمي بالنسبه لسايد وممكن يكون حقيقي للاذر سايد. كمان شوي حنرسم السورس دلتا. شو يعني السورس دلتا؟ يعني انت حتحول السورس لفيرتشوال واي يعني مش حقيقي. فلا لا راح يكون الكرنت اللي انت حسبته لا هو حقيقي للود ولا هو حقيقي للسورس. ماشي نستعجل بس راح نشوفها كمان شوي. نعم. بس احنا ممكن انه ناخذ ال في اي بي مع الزد دلتا اللي زد اي بي. شو نساوي فيها؟ انه بنطلع من ساعتها الفيز كرنت ولا لا؟ اذا انت بدك تاخذ كيرفيز بيرفيز اكوفلنت لدلتا دلتا. ما فيش بيرفيز. هو طلع الدلتا معها نيوترال. طب الفيز شو يعني؟ حامي بارد. في الدلتا بارد في نيوترال؟ فيش نيوترال. فكيف بدك تاخذ بيرفيز؟ اذا انت بدك شو تساوي؟ تاخذ كير. شوف هاي شو حتاخذ؟ في اي بي صح؟ في اي بي وتقسمها على زد دلتا. هذا اسموش بيرفيز اسمه كيرشوف. اما هون شو حلينا احنا؟ بيرفيز. في هذا الاكزامبل حتقول لي لا انا ببساطه بحول للاين وبقسم على الامبيدنس وانتهى الموضوع. بس انت مش دائما فيش برانش هون. لما بكون في برانش هون تورط تفشل عمليتك كلياتها فبتضطر وين تروح؟ لا زد دلتا الى البيرفيز كورنس. نرجع سوا اللاين كرنتس الثلاثه دول في حدا معترض عليهم؟ من وين اجوا هذول اللاين كرنتس؟ هذول ايش اسمهم؟ الفيز كرنتس. فيز فولتج هذا خلصناه بالمحاضره الماضيه لما حكينا عن الواي سورس. سوا شباب هاي السيركت هي ما غيرناش فيها شيء. هاي البيرفيز كوفلنت سيركت اللي حكينا عنها انا وياكم. بدنا نفترض انه لو كان اول شيء نرسمها هون بعدين نرد نعيدها من البدايه. هذا اي اي بي اي بي سي اي سي اي من وين جبناهم هذول؟ هذول الفيز كرنتس. مش الاي اي بي الاي اي بي الفيز كرنت فيز كرنت فيز كرنت بالانس لود. بالانس لود شو يعني بالانس لود؟ سيم امبيدنس فيش شيفت 120 درجه. اي اي واي بي سوري اي اي بي واي بي سي واي سي اي شو حيكونوا؟ شفت دعم بعض 120 درجه. تمام شباب؟ ليش؟ طلع معي هاي البيرفيز تاعت مين؟ تاعت الفيز اي. طب وتاعت بي وتاعت سي شو حيكونوا؟ نفس اللود بس اللهم السورس حيصير شفت 120 درجه فمباشره الكرنت شو حيكون؟ شفت كمان مره 120 درجه. فنيجي سوا اذا بدنا نحسب اللاين كرنت الاول. اللاين كرنت الاول مين هو؟ اي اي. شو قلنا اي اي؟ بتبلش ب اي وبتنهي ب اي. بدنا اي اي بي ونطرح منه مين؟ اي سي اي. كيف يعني نطرح منه اي سي اي؟ بدنا ناخذ الماينس تاع مين؟ تاع السي اي صح؟ مش هذا الماينس تاعه؟ وبعد هيك شو نساوي؟ نجمعهم عشان نجمعهم هيهم. هذا الكرنت اللي طلع معنا مين هو؟ هذا اللاين كرنت. طلع معي كمان مره مين اكبر؟ اللاين كرنت ولا الفيز كرنت؟ اللاين. مين ليد؟ الفولت. الفولت مش مش اللاين كرنت العكس. الفيز كرنت. الفيز كرنت ليد. المره الماضيه شو طلع معنا احنا؟ الفيز فولتج لاك. المره هاي الفيز كرنت ليد. عشان نكتبها هون شو راح نكتب؟ اي A B و I sorry I A I A شو بيساوي شباب؟ بالنسبة ل I A B
في هون جذر الثلاث والانجل كم؟ تأخر 30 درجة فناقص 30 درجة. في حد ما اعترض؟ شباب تعالوا نعيد من الأول. بدنا نفترض بس يمكن كثير رسمة نحجك فتحملوني شوي. نبلش أنا وياكم VA N تعال السورس وهي VBN تاعت السورس VCN تاعت السورس. الآن هذا السورس سايد، تعال نتحول لوين؟ للود سايد. عشان نتحول للود سايد لازم ننتقل من فيز لوين؟ للاين. علشان ننتقل للاين شو لازم يصير عندنا؟ VAB صح؟ شو كمان؟ VBC VCA. من وين جبناها هاي؟ اللاين فولتج مع الفيز فولتج شو العلاقة اللي بيناتهم؟ 30 درجة وضربناه بجذر الثلاث. في حدا معترض؟ المحاضرة الماضية. الآن شو صار عندنا؟ VAB small BC small CA small هم نفسهم الكابيتال صح؟ ولا لا؟ طيب الآن بدنا نطلع الكرنتس تاعت اللود، لأنه هذول اللاين فولتجز تاعت مين؟ تاعت السورس وتاعت اللود. شباب ولا بحكي لحالي؟ دكتور تعيد اللي بالأزرق هذول ايش هم؟ اللاين فولتجز تاعت السورس. ولا لا؟ بس نوضح واحد منهم AB ناقص ايش؟ BC شو حيعطيك مجموعهم؟ A B تمام؟ فطلعنا إحنا الأزرق شو هو؟ اللاين فولتج تاعت مين؟ تاعت السورس. شو عملنا؟ زدنا 30 درجة وضربنا بجذر الثلاث. فقلنا اللاين فولتج ليدز الفيز فولتج كم؟ 30 درجة. لأنه شو الكونكشن اللي إحنا ندرس فيه الآن؟ واي. ما نبلش نقول واي دلتا. إحنا ندرس بالسورس لحاله. شو الكونكشن؟ واي. اللاين الفيز كارنت نفسه اللاين كارنت. أما الفيز فولتج مش نفسه اللاين فولتج. شو دك تساوي؟ بوزيتيف سيكونس، دك تضرب بجذر الثلاث أنجل كم؟ بوزيتيف 30 درجة. هذا اللي قدامنا بوزيتيف 30 درجة ولا نيجاتيف 30 درجة؟ الأزرق زادت زاويته 30 درجة، ضربناه بإيش؟ بأنجل 30. طيب الآن لنحسب الكرنت AB، كيف نحسب الكرنت AB؟ VAB على زد دلتا، صح؟ زد دلتا شو ممكن تكون؟ ثلاث حالات ما غيرهم. شو هم؟ آيوسف ريزيستيف يعني خلينا نقول R والحالة الثانية RL والثالثة شوية RC صح؟ إما عندك إما يونيتي أو لاجينج أو ليدينج. شو بدكم ندرسه؟ شو بدكم ندرسه؟ لاجينج ولا ليدينج ولا يونيتي؟ مثلا لاجينج. عشان يكون لاجينج بدي يتأخر عنه. فرضا كان الكرنت هيو، هذا الكرنت شو اسمه؟ هذا I A B. من وين جبنا I A B؟ هاي الزاوية اللي هون شو اسمها شباب؟ هاي الزاوية تاعت مين؟ هاي تيتا زد. شو عرفك انها تيتا زد؟ I A B شو بتساوي I A B؟ I A V A B V A B على زد دلتا. يعني ليش الكرنت والفولتج out of phase؟ بسبب الزد دلتا صح؟ بسبب الزد دلتا. فهاي ايش الزاوية اللي هون؟ تيتا باور فاكتور اللي تيتا زد اللي تيتا اس اللي زبتوها. مين معترض؟ ليش طلع الكرنت لتحت؟ لانه قلتوا لي حلو على اساس انه لاجن كرنت صح؟ لاجن لود. طب ليش طلع اي اي بي اصغر من في اي بي؟ على اساس انه الامبيدنس افترضناها اكبر من واحد معي ولا لا؟ طب بعد هيك شو راح تعمل؟ بدنا نفس الكلام في بي سي نرجع عنه بزاوية كم مقدارها؟ برضو ثيتا باور فاكتور. أو شو نقول؟ إنه AB و BC شفتت عن بعض 120 درجة. وبعد هيك نرجع هنا ICA نرجع بأي زاوية؟ ثيتا باور فاكتور. مين معترض عن الأحمر كيف أجا؟ احكولي واضح ولا لا؟ كمان مره ايش الاحمر؟ هو الفيز كرنت. شو يعني الفيز كرنت؟
الفيز فولتج على الامبيدنس. كم الفيز فولتج اللي هون؟ نفس اللاين فولتج. طب اللاين فولتج هذا من وين جبناه؟ من الفيز فولتج تاع السورس. الفيز فولتج تاع السورس جذر 3 انجل 30 شو تحول؟ اللاين فولتج. من هون اللاين فولتج والفيز فولتج شو مالهم؟ سيم. عشان هيك خليتها في اي بي سمول. في اي بي سمول شو عملت فيها؟ قسمتها على زد دلتا. لما قسمتها على زد دلتا شو صارت؟ فيز كرنت. فيز كرنت لاين فولتج على امبيدنس فيز كرنت. لاين فولتج على امبيدنس فيز كرنت او لاين فيز كرنت. شفت 120 درجه. شفت 120 درجه شو طلعنا؟ لثري فيز كرنتس. تمام. الان بدنا اللاين كرنتس. كيف نجيب اللاين كرنتس؟ ببساطه انو لاين كرنت انت بدك بالاول نحسبه. اي اي فرضا اي اي شو بيساوي؟ اي اي بي ناقص سي اي. وين سي اي شباب؟ هاي سي اي صح؟ هاي الماينس تاعه. هاي ماينس اي سي اي. عمدا انا بعدتها شوي. شو بدي يصير عندي؟ بدي اجيبه هذا هون واوصل كرنت هون. شو الكرنت اللي وصلته انا الان؟ اللاين كرنت. شو اسمه اللاين كرنت؟ اي اي او اي سمول اي كابيتال. بصير ولا ما بصيرش؟ طيب الان هذا اللاين كرنت تاع اي هاي اللي طلعناه هون شو بخصوص بي؟ هيطلع شفتت عنه كم؟ 120 درجه. او بتكاش شو بتعمل؟ بدك مين انت الان؟ اي بي. شو يعني اي بي؟ بي سي ناقص اي بي. شو يعني ناقص اي بي؟ هيو وهي جمعهم الاثنين. شو الكرنت اللي هون شباب؟ اي بي. اي بي بدك بي 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 عادي صح؟ سوليد. هذا مش داش. هيو شفت الدرجه؟ شفت ال 120 درجه عنه ولا لا؟ طب اي سي سمول شو هو؟ اي سي اي ناقص مين؟ ناقص اي بي سي. كمان مره خطنا سيء. طلعوا جايين الايند مع بعض بس انا بديش اخليهم يطلعوا الايند مع بعض. شو هذا الكرنت اللي هون؟ هذا ماينس اي بي سي صح؟ اجمعهم الاثنين سوا شو بيعطيك؟ اي سي سمول او سي سمول سي كابيتال. واضح شباب؟ مين ضاع؟ ايش طب شيء اسهل من هيك؟ لا هذا فيز دياجرام جايين ان شاء الله على شيء اصعب من هيك بفهمك هذا وبقنعك انه هذا حكي فاضي. بس نرجع سوا. قل لي ايش الخطوه اللي كانت صعبه نعيد من البدايه؟ بلشنا بشو؟ بلشنا بالرفرنس. مين اختارنا الرفرنس او مين انجبرنا عليه؟ فيز اي. شو حولته انا؟ للاين فولتج. من الاسود للازرق مين معترض؟ انتقلنا من الاسود للازرق. كنا جبت المحاضره الماضيه من حقك تعترض وما حضرتش الفيديو فبرضه من حقك تعترض صح؟ فتحولنا من الازرق من الاسود للازرق. في حدا معترض؟ طيب بعد هيك قلنا هذا لاين فولتج تاع السورس. قلنا ايش بنساوي؟ بنطلع على السورس وبنخلص شغلنا معه. شو يعني بنخلص شغلنا معه؟ اول ما ناخذ منه اللاين فولتج بطل بلزمنا السورس. بنلف وجهنا على وين؟ على اللود. الان اللود شو معنى احنا؟ معنى اللاين فولتجز تاعت اللود شو هم؟ الازرق. كيف بنطلع منه الكرنتس؟ كيف نطلع منه الكرنتس؟ بدنا نقسم على الامبيدنس. لما قسمنا على الامبيدنس الماجنيتيود صغر لانه افترضنا زد دلتا اكبر من واحد والزاويه تغيرت. ليش الزاويه تغيرت؟ لانه الباور فاكتور تاع اللود ما اعتبرناهوش يونتي. اما الكرنت بده يتاخر شوي او ايش بده يتقدم شوي او دول انفيز مع بعضه. انتوا اخترتوا انه لاج فخلينا الكرنت لاج بالنسبه للفولتج. معنا هذا فيز فولتج كثير صار في الوان. هذا فيز فولتج وهذا ايش؟ فيز كرنت تبع مين؟ تبعات الدلتا. فالاحمر شو هو؟ في على زد. بس مين في؟ الازرق وزد قلنا لاجل صح. فبين الازرق والاحمر سهله ولا صعبه؟ مش احنا يعني مش شيء جديد عليكم انه اذا هذا الفولتج هذا الكرنت شو معناته؟ لاجنج لود ولا ليدنج لود؟ لاجنج لود. بس اللهم مش الفولتج زاويته صفر، الفولتج بتحرك شوي. هذا الازرق والاحمر. حرك الاسود الازرق لتحت شوي خليه هون بيطلع نفس الاسود هون. فمش شيء جديد عليكم. شو ضل هسه؟ لنطرح فيكتورز. شو هم الفيكتورز؟ انت شو بدك؟ اي اي. شو يعني اي اي؟ يعني كرنت ناقص كرنت باختصار.
بما انه كرنت ناقص كرنت شو بدي يصير معنا؟ بدنا نجيب الكرنت الاول ونطرح منه الكرنت الثاني. وين الاي اي بي؟ هاي الاي اي بي. وين الاي سي اي؟ هاي الاي سي اي. نزلناه لتحت وطرحنا هاد منها، سوري جمعنا هاد منها، لانه جمع هاد مع هاد يعني طرح هاد منها. تمام شباب؟ طيب انا اكثر من هيك ما فيش ان شاء الله. بعد هيك بس نوصل لتو وات ميترز بتشوفوا شيء احلى. ناخذ اكزامبل. كالعادة بنبلش بنقطة. اعطانا انه VAN كم قيمتها؟ VAN بالتن بيك ولا ارمس؟ ما نسأل هذا السؤال. اكيد كل شيء ارمس. لو مش معطينا انه لاين ولا بورا ولا تيز شو نعتبره بيك؟ هذا كاتب لك بالاول AM. اي شيء 3 فيز، اي شيء 3 فيز الديفولت تاعه شو هو؟ لاين. عين؟ الديفولت تاعه كم؟ لاين. فهو الان اعطانا الفيز فولتج. لما اعطانا الفيز فولتج شباب كم قيمته الفيز فولتج؟ 100 انجل 10. كيف بدنا نحل السؤال؟ عندنا تو ميثودز. شو هم تو ميثودز؟ اما نشتغل زي ما اشتغلنا قبل شوي فيزر دايجرام تقريبا، او نحول لبير فيز كوبلابتيت سيركت. هاي ميثود 1 وهاي ميثود 2. ميثود 2 نبلش فيها. ميثود 2 شو عمل؟ بير فيز كوبلابتيت سيركت. عندك في اي ان، هاي في اي ان، وزد دلتا على كم؟ زد دلتا على 3. شو طلعنا احنا؟ الاي اي، الاي اي اللي هو اللاين كارنت. هو شو طالب منا السؤال؟ احسب الفيز اند لاين كارنتس. تمام؟ فهون هو اختصر بس انه اعطاك الاي اي وكمل الباقي. كيف كمل الباقي؟ تعال نشوف ميثود 1 شو اشتغلنا فيها. زد دلتا كم بتساوي؟ كتبها بس بالبولر فورم. بعد هيك عندك فيز فولتج، معلش تحوله للاين، ابتدك تحوله للاين، تضرب جذر 3 انجل بلس 30 درجه. ليش بلس 30 درجه؟ لانه بوزيتيف سيكونس. حكى لي انها بوزيتيف سيكونس؟ حكى لي. طب لو ما حكى لي نفترض الوضع الطبيعي بوزيتيف سيكونس. اذا بدي انا بدي اياك تحل نيجاتيف سيكونس بحكي لك انها نيجاتيف سيكونس، ولا الديفولت شو هو؟ بوزيتيف سيكونس. فمباشره بوزيتيف سيكونس هي طلعنا اللاين فولتج بتاع مين؟ AB. بس AB small AB capital. ليش AB small نفسها AB capital؟ لأنه فيش إشي بالطريق. فولتيت A small نفسها فولتيت A capital. ليش؟ في جون؟ فيش line. فيش voltage drop على الطريق صح؟ طيب فهي عندنا line current sorry line voltage تاع مين؟ تاع load. كيف نطلع الأذر line voltages؟ شفتت عن بعض 120 درجة. بس هو ما مش هيك حسب. شو عمل؟ حسب الفيز current اللي هون. كيف حسب الفيز كرنت اللي هون؟ مع الفولتية قسم على الامبيدنس. هاي اي اي بي شو عنده؟ الفولتية وقسم على الامبيدنس. شو طلع معه؟ هذا مين؟ الفيز كرنت ولا اللاين كرنت؟ فيز كرنت. تغترش بـ اي بي. فهذا فيز كرنت. طب شو بخصوص الأدر فيزز؟ ما هو بالانس. مدام بالانس كل فيز شفت 120 درجة. فغيرنا الزاوية ناقص 120 درجة زائد 120 درجة. مش يعني جمعنا وطرحنا. طرحنا 120 درجة، جمعنا 120 درجة، هاي سهلة، انتو بتحبوش الطرح الجمع. 113-133 صح؟ هاي 133. هاي طلعنا مين؟ الفيز كرنتس. الفيز كرنتس. الآن بدنا اللاين كرنتس. كيف نطلع اللاين كرنتس؟ ما في داعي نطرح كرنت من كرنت، كرنت من كرنت، كرنت من كرنت. احنا اشتقينا القانون انه اللاين كرنت شو بيساوي؟ الفيز كرنت طلع سوليد يعني فيزر بجذر الثلاث انجل كم؟ ناقص 30. ورسمنا لكم اياها بالرسمه انه فعلا هو لاجنج. بهاي ناقص 30 شو رح نساوي؟ حنضرب بجذر الثلاث، الماجنتيود بده يكبر والزاويه بدها تصغر. فكانت الزاويه بوزيتيف، شو صارت الزاويه؟ نيجاتيف. طب شو بخصوص الثانيات؟ قدامك خيار، يا اما هاي جذر الثلاث انجل ناقص 30، جذر الثلاث انجل ناقص 30، او هاي شو تعمل فيها؟ شفت 120 درجه، شفت 120 درجه. واضح ولا لا؟ هنا شو سوى في ميثود 2؟ بس اعطاك اول الطريق وقال لك بتكمل زي هيك. ماشي؟ ماشي شباب؟ ارد عيد. او انت شو في عندك كومنتس هون مش فاهمها؟ ارد اوضح. هذا اول اكزامبل انا وبمشي عليه بسرعه، بس مش معناته انه ممنوع نعيده.
دكتور بس في سؤال طبعا. كان هو حكي لي بالسؤال انه احل عن نيجاتيف سيكونس. تعال نحل السؤال كمان مره. نيجاتيف سيكونس شو يعني؟ نيجاتيف سيكونس يعني اذا انت في اي في اذا في اي ان لساتها 100 انجل 10 شو نكتب هون؟ ماينس. فاهم شو حنكتب؟ ماينس. شو حتطلع هون؟ ناقص 20 صح؟ وحتكمل هون حتصير ناقص 20 وهي الزاوية حتنزل 30 درجة صح؟ والباقي شفت 120 درجة شفت 120 درجة وهون نفس الشيء جدول 3 انجل 30. مين كان يسأل هون؟ بطل؟ طيب ايش صعب في السؤال؟ شو كيف شوف؟ تفضل. اذا كان في امبيدنس على اللاين ان شاء الله بنحل. فاهمش ما ينحل الا على البير فيز. على البير فيز اكوفالنس ما في. اذا كان هنا او اذا حد حب يغلب حاله شو بيساوي؟ كيف شوف كيف شوف هون كيف شوف هون كيف شوف هون ثلاث معادلات وثلاث درجات. حلو انتم معادلتين بتقولين ابدعتوا بالامتحان.